مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من مقر إقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الألمانية برلين، ومتابعات مستمرة لهذه الزيارة وما يتم من اتفاقات وما يتم من مباحثات من أجل الوصول إلى الغاية الأساسية التي ترجوها الإدارة المصرية، وهي رفعة هذا الوطن وأيضا مصلحة هذا المواطن. في كل الأحوال بيكون للملف الاقتصادي والملف التجاري والملف التنموي والملف الصناعي أولوية في زيارات الرئيس الخارجية، وبيكون العنوان العريض لهذه الزيارات تحقيق أكبر نقلة نوعية للصناعة المصرية والتجارة المصرية في مع الأطراف الخارجية. بتأتي ألمانيا في صدارة دول العالم من الناحية الصناعية، والعلاقات التجارية بين مصر وألمانيا علاقات متميزة وبنهدف إلى مضاعفتها. لذلك بيسعدني أن ألتقي مع السيد المهندس وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، الذي رافق الرئيس في هذه الرحلة لمزيد أو عديد من الملفات المشتركة بين الجانب المصري والجانب الألماني. أهلا بك سعادة الوزير. يعني بداية اطلعنا على الملفات المشتركة بين مصر وألمانيا، والتي بصددها حضرتك متواجد برفقة السيد الرئيس في العاصمة الألمانية برلين. أنا طبعا هتكلم على ملفات التجارة والصناعة. مفهوم. عندنا الحقيقة ملف مهم جدا، ياخدهم يعني بدون ترتيب كده، اللي هو ملف التدريب الصناعي وملف تحضير الصناعة المصرية للرقمنة أو الديجيتاليزيشن. وده الحقيقة طبعا اهتمام فخامة الرئيس بصفة عامة بالتعليم والتدريب، ده على أول أجنداته. وبالتالي من جزء من التعليم والتدريب عندنا التعليم الصناعي، بس كمان احنا عندنا الصناعين الحاليين العمالة الحالية، يعني لو فاتهم قدر من التدريب ورفع الكفاءة هم محتاجين دلوقتي. وأعتقد أن أحسن جهة في تقديري يعني ممكن يكون عندها إمكانية أنها تساعدنا في رفع كفاءة العمالة من ناحية الناحية الفنية، الالتزام، الدقة، فعالية الإنتاج، كفاءة الإنتاج. طبعا ألمانيا معروفة يعني، وبالتالي بحثنا من الملفات دي اللي هو ازاي نتعاون في ان احنا نعمل مناطق تأهيل وتدريب للعمالة الحالية في المناطق الصناعية بتاعتهم، بحيث ان انا ما بعدوش. يعني هو ممكن مثلا على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال ياخد له ساعتين ثلاثة بعد الشغل في مكانه، بحيث ارفع كفاءته وارفع قدراته وعوده على الالتزام والتدريب المستمر، استخدام الماكينات الحديثة، التفاعل مع عامل الوقت اللي هو هام جدا في الصناعة وفي الناتج الصناعي. ده من أهم الملفات مثلا اللي كلمنا فيها أو اللي كانت على يعني أجندتنا. حضرتك حضرت المائدة المستديرة اللي كان السيد الرئيس بيديرها مع قطاع كبير وعريض من الشركات الكبرى أو كبرات شركات في ألمانيا، وحضرتك كنت موجود برفقة السيد الرئيس، وكان في تجاوب من الحضور مع دعوة الرئيس للاستثمار في مصر، وأيضا وعد من الرئيس بحل كل الأزمات وكل المشاكل أمام الاستثمار. يعني أطلعنا على ما جرى في مائدة الحوار، لأنها ربما بعد خروج رؤساء الشركات والمسؤولين كان أصداء إيجابية للغاية، يعني تابعناها في ردهات الفندق بيتحدثوا بإيجابية شديدة على الرئيس وصدق الرئيس وإنه مصر فعلا واعدة. أطلعنا على ما جرى في هذه المائدة. هو الحقيقة معظم الشركات اللي موجودة لها عمل في مصر، فهو اللي بقى عنده عمل في مصر وهو كلها شركات كبيرة الحقيقة بيبقى عايز يطور عمله أو عايز يطمن على عمله. فالحقيقة الرئيس اتكلم بشفافية وبصراحة وبوضوح وبقلب مفتوح على الوضع الاقتصادي اللي بقى الحمد لله في صورة جيدة، في صورة محسنة. وكمان اتكلمت زي ما حضرتك ذكرت في لو في شوية مشاكل، الحقيقة معظم الشركات ما عندهمش مشاكل على قد ما هو بيبص للمستقبل. بالظبط، بيبص للمستقبل. حضرتك تعلم انه فرص الاستثمار في العالم حتى في الفرص التوسعيه، لان زي ما بقول لحضرتك معظمهم لهم شغل في مصر، فرص الاستثمار في العالم التوسعيه بقت قليله جدا، يعني نتيجه الاسواق، يعني كل اسواق لها ظروفها. فجزء التوسع الحقيقه المثمر اللي فيه رد على الاستثمارات جيد في المنطقه بتاعتنا، والحقيقه مش بس في المنطقه بتاعتنا وبلدنا، انما كمان في المنطقه بتاعتنا اللي هي الامتداد الافريقي
والحقيقه الرئيس وجه نظرهم انه لا ركزوا في 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 القاره الافريقيه ونكون مع بعض ونساعدكم ونتشارك وتستفيدوا من الاتفاقيات التجاريه المصريه مع افريقيا، تستفيدوا من تواجدنا في العديد من البلدان الافريقيه ونزود الاستثمارات الحاليه في مصر لخدمه افريقيا. فده من اهم الملفات، من اهم ملفات ان هم اطمنوا على الوضع الاقتصادي الحالي، لان ده مجال اطمئنان على الاستثمارات الحاليه، ولما اطمن على الاستثمارات الحاليه يبقى على طول جاهز انه يتوسع، جاهز انه يعلى، جاهز انه يطور، جاهز انه يزود الملف بتاعه اللي بيقدم الخدمات. وكلهم الحقيقه كل واحد عايز يتكلم في ملف واثنين وثلاثه. طيب في شهد المال المستديره حديث حول عوده شركه زي شركه مرسيدس مثلا للسوق المصري مره اخرى، وما لها من دلاله على انه الاجواء اصبحت الان مهيئه لاغواء كل من خرج واغراء كل من يريد ان يدخل السوق المصري، وبينظر اليها البعض لانها دلاله، رغم ان هناك شركه سيمنز وشركات عريقه وعظيمه وباوره خلافه حضرت في هذا المنتدى. يعني اهم ما دار حول عوده هذه الشركه مثلا في طيب هو يعني بلاش نتكلم في شركات تحديدا عشان ما نتعرضش لخططهم، دي خطط تجاريه وكل حد عنده اسراره، بس انا هتناول الحته دي حضرتك. هي مرسيدس ما خرجتش من مصر بالمعنى المفهوم، هو لما حصل الاتفاقيه الدوليه مع اوروبا، اتفاقيه التجاره الحره مع اوروبا، فكانت المفروض ان معظم السيارات الاوروبيه بتخش مصر بدون جمارك، معفاه من الجمارك، فبقاش عنده الحافز انه يصنع. تمام، وهو خرجت الحقيقه لانه كان في ظروف معينه لصالح مصر، لان عندنا صادرات تانية غير السيارات، فما كانش في الدفع ككمي او كقيمه مضافه ان هو يصنع، فهو ما خرجش، انما هو ما بقتش الموضوع بيديله مجدي يعني بقوه. لكن كون ان هم يفكروا النهارده وهو مش مضطر يخش، اصل هو حقيقة كان بيخش يصنع في مصر عشان في حمايه. فانا بقى بشوف الايجابيه القويه جدا ان هو اذا بيفكر يعود تاني بدون حمايه، يبقى هو شايف ان في فرصه انها تديله قيمه مضافه كبيره جدا او قيمه او فايده. وده الحقيقه في تقديري انا يعني، وانا جاي من القطاع ده اعرف ان ده حاجه مؤشر ايجابي جدا. هو مش مضطر ان هو يصنع علشان يعدي جمارك، ده هو جاي برغبته، شايف فرصه مناسبة جدا. مش عايز اتكلم على مرسيدس تحديدا بس بصفة عامة عشان ما تعرضش لخططهم يعني، لكن مجرد ان هم يفكروا، مجرد ان هم يتكلموا ايا كان من الشركات الاوروبية تحديدا، فهو شايف انه في فرصة كبيرة جدا هيستفيد بيها، وده بقى المرحب بيه، لان هو مش جاي علشان في حمايه جمركيه فبيحاول يستغل الحمايه بالظبط. سعادة الوزير انا لا يمكن افوت، انت قلت لي جاي من هذا القطاع، فلا يمكن، وانت وزير صناعه مسؤول الآن عن ملف الصناعة المصرية بكل ما فيها وبكل تاريخها والعصر الذهبي بتاعها والعصر الحجري واللي ضاع واللي جاء، أنا بكلم بشكل كمواطن مصري سعيد بوجودك على رأس ملف الصناعة المصرية وكذلك ملف التجارة المصرية الاثنين مع بعض، وده أعتقد من حسن الطالع إذا جاز أن احنا نقدر نقرأ الـ 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 الأثر والمؤثر. متى نرى سيارة مصرية بحق منتجة في مصر بحق وليس تجميع؟ لا ده ملف يطول، لان مفيش حاجه اسمها سياره في المصريه ومفيش حاجه اسمها سياره المانيه بحق. اولا التطور الصناعي في الجزء ده داخل مثلا على سيارات الكهربيه والسيارات اللي هي ذاتيه القياده، فده ملف قديم قوي يعني، الدنيا اتطورت عن كده. موضوع سياره مصريه ده خلاص يعني، بس مثلا من الجميل يعني ان السياره الكهربائيه لما ان شاء الله البطاريه الكهربائيه اللي هي بتقوم السياره تمنها هيبقى اقتصادي، والعلم يعني متطور وبقوه سريعه جدا زي التطور اللي حصل في الكمبيوتر وفي الموبايل، متصور انه في خلال يعني سنوات قليله باذن الله السياره دي هتقوم على رجليها يعني، وبالتالي هي السياره الكهربائيه اللي هي مشحونه ببطاريات وبتاخد وعندي وافر من الطاقه الكهربائيه دلوقتي. خلينا نقول يعني هي سياره كهربائيه عشان ما نخشش في تفاصيلها، لان تفاصيلها معقده جدا. لما هتكون متاحة من حسن الطالع يعني انه في اجزاء كتيرة قوي هتختفي من السيارة، عشان كده ما تيجي تقولي سيارة مصرية يعني ايه، ما هو انت هيبقى عندك لو ما تيجي سيارة كهربائية مفيش موتور، مش كده، مفيش رادياتير ما بتسخنش، مفيش جير بوكس ما بتنقلش الحركة، فدنيا تانية خالص. طب معلش برضه عشان افهم الجمهور يفهم، اتفضل اكمل لحضرتك. ففي مكونات كتيرة قوي من اللي هي المعتادة اللي احنا عليها الكلام هنعمل ايه ونسبة ده كله هيختفي،
بس من حسن الطالع ان في اجزاء مهمه جدا في السياره هتفضل اللي احنا بنعملها هيفضل. انا كده بتكلم على سبيل المثال على فكره بس عشان هيفضل في السياره مثلا كراسي، هيفضل في السياره الزجاج، هيفضل في السياره الضفائر الكهربائيه اللي احنا دلوقتي الحمد لله من احسن البلاد اللي بتصدر ضفائر كهربائيه، هيفضل في السياره الدهان. فخلينا نحط ملف السيارات على جنب لأنه هو ماشي لوحده ويتطور كده. خلينا نتكلم في ملفات تانية لأنه ده ملف يعني قوي، بس أرجو أكون رديت على حضرتك. طيب أنا بشكرك جدا على هذا الرد. طبعا سعادة الوزير، الجانب الألماني فيه علاقات مهمة جدا مع الألمان في مجال التعليم، والتعليم بشقية. أنا كنت بتكلم مع وزير التعليم العالي ووزير التعليم أنه وجود حضرتك كوزير للصناعة معناها أنه بعلم الناس ودربها ودخلهم القطاع. حدثني عن هذه العملية بشكل، لأنه الألمان أكبر دولة في العالم أو أهم دولة في العالم فيها الأسطوات والصناعات المهنية والحرف المهنية اللي ضاعت من عندنا للأسف. إزاي يمكن أن نربط بين التعليم وبين قطاع الصناعة اللي حضرتك على رأسه؟ طيب خلينا ناخد ثلاث حاجات. عندنا التعليم الجامعي واللي هو التعليم الهندسي الصناعي الإنتاجي، وطبعا يعني ما شاء الله الجهات الألمانية والتعليم الألماني في هذا القطاع متفوق جدا جدا جدا. واعتقد انه معالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير التعليم العالي بيبحثوا إمكانية ان هم يبقى فيه تعليم، دي حتتهم يعني، بس هتكلم في حتة التعليم العالي اللي هو الصناعات او الجامعات الهندسية. فاعتقد برضو التوسع في التعليم الهندسي الألماني ده مهم جدا وهيفيد التطور الصناعي بشكل كبير. نيجي على المدارس، التعليم الفني في المدارس، واعتقد برضو ان معالي وزير التعليم برضو جاي وعنده ملف ان هو يطور مدارس معتادة في التعليم الفني علشان يطلع كوادر عملية فنية تعرف تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ومش بس الحقيقة التكنولوجيا والماكينات لان دي لها حلول وهرجع لها دلوقتي، لكن كمان المفهوم اللي هو انتظام، اللي هو الفعالية، اللي هو الكفاءة، اللي هو العامل لما يدي ساعة يطلع منه ساعة أو 10 دقايق مش يطلع منه ربع ساعة. صحيح. وهكذا، ده اللي هو الثقافة ثقافة العلم الفني، التعليم الفني. فده الجزء الثاني. نيجي الجزء الثالث اللي اتكلمت فيه قبل كده بعيده تاني، اللي هو رفع كفاءة العمالة الحالية، وده برضو اللي أنا بقى بتكلم فيه مع الجهات الألمانية إن إزاي ننشئ مراكز تدريب وتأهيل للعمال اللي شغالين دلوقتي في المناطق الصناعية، برضو رفع كفاءاتهم، ان انا اقدر النهاردة لو ابتديت اخش، لانه دي ملفات اللي اتكلمنا فيها اللي هي الرقمنة الصناعية الديجيتاليزيشن. ده مفهوم جديد يا فندم ولا قديم واحنا لسه الاثنين؟ يعني في مفهوم قديم تطور جدا، يعني زي مثلا التليفون، والتليفون ده كان مفهوم قديم وكان في ناس ما عندهاش تليفون اصلا. فالنهارده بقى كل الناس عندها تليفون، وبقى اللي هو تليفون السمارت، فهو يعني هي حاجه قريبه لكده. وعلى فكره التليفون نفسه الجديد في ناس بتستعمله ما بتعرفش تقرا وتكتب، لان هو فهي الرقمنه الصناعيه حاجه زي كده، من ناحيه بترفع الكفاءه عاليه جدا، من ناحيه بتتيح لاي حد يقدر ان هو يعني يبص بس على رمز تقول والله ده اللي بيشغل المكنه، الزرار الاحمر ده، او مش حتى الزرار، الايقونه الحمراء دي اللي طالعه على الشاشه، دوس على الايقونه الخضراء دي هتشتغل، دوس على نمر 10 دي هيشتغل 10 اضعاف السرعه، دوس على الاحمر ده هيقف، فهكذا. فده يعني ده جزء من الرقمنه، زائد انه طبعا بيرفع بقى الكفاءات والعمليات اللي تعمل في مجموعه دقائق يعملها في دقيقه وهكذا. فده برضو من الملفات اللي اتكلمنا عليه، تدريب العمالة علشان يقدروا يتعاملوا يعني يتعاملوا بكفاءة وفعالية ويقدروا يتفاعلوا ويتعاملوا مع التكنولوجيات الحديثة. مع الوزير، العلاقات التجارية المصرية الألمانية من الملفات المهمة جدا، وحجم التجارة والتبادل التجاري رقم لا يستهان به في حجم التجارة. هل هناك خطط أو تفاهمات أو مذكرة تفاهم أو اتفاقات مع الجانب الألماني لدفع هذا الرقم إلى الأمام من خلال آليات محددة؟ بص هقول لك كده بصراحة على طول، يعني كل اللي بنقوله ده هو اللي بيدفع، يعني كل اللي قلناه وكل التعاون مع الشركات، والشركات اللي عايزة تطور أعمالها، والشركات اللي عايزة تكبر شغلها، والشركات اللي عايزة تفتح فروع جديدة وتخش في مجالات جديدة، هو ده من غير طبعا الاتفاقات مهمة والآليات مهمة بتساعد، لكن كل اللي اتكلمنا فيه حتى مع حضرتك دلوقتي هو ده اللي يدفع للأمام، يعني اللي بيصنع حاجة
او بيمارس في حقل معين، نشاط معين، لما يعمل 3 أنشطة خلاص ده زود المجال. مفهوم، يعني ما يجري الان هو اللي بالظبط في بالظبط. والحقيقه حضرتك الحكومات، وده يعني قناعه انا جاي من القطاع الخاص، فاللي بيشيل الـ 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 يعني المسؤوليه فعلا وبيحرك القوه فعلا هي الشركات الاقتصاديه والقطاع الخاص، لكن الحكومات عليها دور مهم قوي، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو تمهيد الطريق ورعايه الحدث والتفاعل مع اي مشكلات تكون عوائق، انما اللي بيتحرك فعلا هو رجال الاعمال والاقتصاد اللي هو يعني بين الشركات وبعضها، هو ده الحقيقة اللي بيحرك الاقتصاد فعلا على الأرض الواقع. عشان كده يعني طبعا الالتفيات مهمة والآليات مهمة، لكن الأهم أن الناس تنزل تشتغل وتنتج وتبتدي أنشطة وتوسع الأنشطة. آخر سؤال لحضرتك، يعني هل هناك اتفاقات أو متوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم خلال اليومين الباقيين من زيارة السيد الرئيس، أو في حاجة النهاردة لحضرتك؟ أعتقد أنه غدا بإذن الله في مجموعة اتفاقات أو مذكرات تفاهم يعني مع مجموعة من الزملاء الوزراء. احنا عندنا في الصناعة عندنا مذكرات تفاهم خاصة بالتدريب المهني، يعني إنما يعني في حاجات تانية بس هي مش بكون عارفها كلها. يعني أنا متشكر جدا، بشكرك سعادة الوزير على هذا الحوار، وأتمنى التوفيق لحضرتك والازدهار للصناعة المصرية والتجارة في هذا التوقيت. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا.